ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من البرنامج السادسه، ويمكن هياخد من كلام احمد وانه قد ايه سيمبا التنزاني يعني منافس مش سهل ابدا، مش سهل لانه في تحديات كتير قوي بتواجهنا في المباراه دي، منها طبعا ان هي مش على ارضنا وعلى ارضه، وان هو بيتسلح بالجمهور، هيحضر حوالي 30,000 متفرج، وان كان بالنسبه لي انا مش شايفاها مشكله كبيره، ولكن كمان في رطوبه شديده، درجه حراره مرتفعه 35، اعتقد يعني في تحديات كتير قوي بتواجه النادي الاهلي في المباراه دي. وسيمبا التنزاني قدر ان هو يفوز على فيتا كلوب على ارضه، وكمان كان في يمكن دوره وديه قدر ان هو يفوز على الهلال السوداني 4-0، وكمان بعدها تعادل مع مازيمبي 0-0، وقدر ان هو يحصل على اللقب. حابه قوي اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي ازاي موسيماني بيتعامل مع اللعيبه قبل المباراه دي، ويمكن من ساعه ما موسيماني تولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي، واحنا بنتكلم على قد ايه بغض النظر او مع ان هو فنيا بيطلع من اللعيبه افضل ما عندهم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، الا انه كمان دايما بنتكلم ازاي نفسيا قادر موسيماني يتعامل مع اللعيبه، وشفنا مع كذا لاعب يمكن بعينه ازاي اداؤه تغير من ساعه ما موسيماني تولى الاداره الفنيه. اخرهم النهارده كان كهربا النهارده كان في جلسه بتجمعه مع موسيماني، كان بيتكلم معاه طبعا على يمكن الاحداث اللي حصلت الفتره الاخيره، على يمكن الانتقادات اللي تعرض ليها كهربا من بعض وسائل الاعلام وغيره، وكان كل كلام موسيماني معاه انه قد ايه انت لاعب كبير، وانه قد ايه كل الحاجات السلبيه دي انت تقدر تاخدها وتحولها لحاجات ايجابيه في الملعب في المباراه، وتطلع افضل ما عندك في المباراه، وان كان كل كلامه لازم يكون تركيزك الاول والاخير على مباراه سيمبا التنزاني الفتره اللي جايه، وانك ردك هيكون في الملعب، وهو ده يمكن اللي النادي الاهلي فعلا اتعودنا عليه منه، انه دايما الرد بيكون في الملعب، سواء الرد من اللعيبه في الملعب على انتقادات، الرد من مجلس الاداره ببطولات وغيره، الرد كمان في قناه النادي الاهلي بشغلنا على اي ممكن انتقادات نتعرض لها. فالحقيقه انه الجلسه دي اكيد فارقه جدا مع كهربا قبل المباراه دي، خصوصا يعني سبب اللي يمكن اتعرض له اللاعب الفتره الاخيره، غير قد ايه مركز على المباراه فنيا زي ما عمل مع كل المباريات اللي فاتت، وشفنا يمكن نتائج ايجابيه. طبعا يعني موسيماني بيعمل ان هو بيجيب الفيديوز بتاعه مباريات سيمبا التنزاني، بيقطع الفيديوز دي وبيفرج اللعيبه عليها، وبيعرف كل لاعب مين اللاعب اللي هيلعب عليه، علشان يبقى نازل الملعب حافظ المنافس ده تحركاته ازاي، اسلوبه ازاي في طريقه اللعب. واعتقد ان ده سر من اسرار النجاح بالنسبه لفريق النادي الاهلي.